يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا الشباب بصات بصات كذا جميع القريات لعل الله يجعل فيها النفع. حبيبي حبيبي شنو افضل مشلن ولا برلي؟ ما جربت البرلي. انت تتكلم اذا سؤالك عن الحلبة اذا شهر اثنين بزينين جربت الاثنين يعني حلبة جربت المشلن كاب 2R كاب 2R جربت قرب خيالي خيالي القرب مدرب يبي بيعني شو قنده يقول اللي يدربون عندي وقفوا هرمون ياخذونه اقوم الهرمون. حبيب حبيب دعايته زقانية بصراحة يعني هذا نوع من المديح. القطو قطيناه بسلوى عطيته فرصة جديدة بالحياة. كل كائن حي يستحق فرصة أخرى فقلت ما بأذي نعطي فرصة ثانية يبتدي حياة من أول جديد وما يأذي الناس. إذا طبعا بسلوى راح يربونه يعني بسلوى ما راح يربونه هناك. أنا 15 سنة كنت ساكن بسلوى وأعرف شنو قاعد أقول. راح يصير قطو آدمي. لا ما راح يرجع سلوى مسيلة بعد وايد عن بعض ولا راح يدل. أنا ما أدل. أنا لو أروح سلوى برد مسيلة أحط جوجل ماب قطو أدل الله يهدى. هل يوجد علامات لدوالي الخصية؟ أنت ليش ناطر علامات؟ أنت شاك روح دكتور مسالك بولية دكتور شو يعمل فيه خفيف يسوي لك ممكن سونار وتعرف تعرف دوالي درجة أولى ثانية ثالثة تعرف عندك رفلكس ما عندك رفلكس يعني ممكن تعرف إن عندك دوالي بس بنفس الوقت ما عندك رفلكس so all good. فالأفضل إنه شنو سونار يجيب لك إياها على الجرح طالع. هل في طريقة نحمي الشعر فيها؟ اليوم كلمني واحد داش على انستغرام الحين هو واقف انه ما يبي يدش كورس لسبب واحد فقاعد يسالني اني اشوف له مخرج اللي موقف انه خايف شعره يطيح. يا اخي مع احترامي انا ما ادري ممكن هذه وجهه نظري ممكن تكون خطا ممكن تكون صح بس هي وجهه نظري يعني ريال وايد مهتم بالشعر ليش؟ احسه ناعم يعني ناعم ناعم حيل ناعم. النقطة الثانية حق شنو الشعر؟ خلينا نكون صريحين ويكون شنو؟ البساط احمدي ها؟ حق شنو الشعر؟ ربعك؟ لا بتقول لي حق نفسي حكي فاضي. ماكو شيء اسمه حق نفسي. كل شيء نسويه حق الناس، ماكو شيء اسمه حق نفسي. اعظم حق نفسي، شنو تعظم؟ مثلا صح؟ اكشخ حق نفسي خلاص اذا تكشخ حق نفسك اكشخ ونام بالكشخة اكشخ دشداشة غترة سكبة تبخر ونام نام لان حق نفسك طبعا مو حق نفسك حق الناس. انزين شعرك شعرك عندك شعر حق الدوانية ولا حد درى عنك بقى سبب واحد حق البنات حق البنات ماكو سبب ثاني. انا اقول لك اياها البنات ما يحبون عنده شعر اقسم بالله ما يحبون ما يحبون ريال عنده لان هي عندها شعر هي عندها شعر انت عندك شعر تتحداها يعني ما تحبش تبي واحد اصلع ما تبي سكس باك ما يبون ترى اللي يقول لك ترى يحبون سكس باك يقص عليك والله اوكي شوي عضلات جسمه مرتب كرش لا تعور راسك شعر 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 ما راح يفيدك بشيء غتر بس كبوس روح اخذ هرمون روح تعوذ من ابليس تعوذ من ابليس يا ريال. الحرز اصلع والبنات ميتين عليه كلام صحيح وانا اشهد بهذا الكلام انا اشهد بهذا الكلام ما يبي يدش كورس عشان خايف على شعره. موضوع وايد حنين بصراحه ناعم يعني موضوع ناعم وايد
حبيبي حبيبي يا بوي 38 0086. الأصلع تستاسرون عنده مرتفع، الأصلع عنده مستقبلات ديهايدرو تستاسرون بفروة الرأس أكثر من الرجل اللي ما عنده. هل هناك ارتباط مع ارتفاع تستاسرون؟ محمد اشكيان يدري اني انا طالع لايف ويدق علي باللايف، ليش؟ ما ادري ليش. دوالي تأثر اذا باخذ كورس اذا درجة ثانية وثالثة؟ نعم، درجة اولى سهالك، درجة ثانية ماكو رفلكس سهالك، درجة ثانية اكو رفلكس لا. شلات الدبوي طالع لايف، لايف طالع لايف، سوف معي هني يا رجال، تبني لايف تدق علي ليش؟ تكلم على الفيب، الفيب الفيب، والله طشرني الفيب، طشرنا الوقت، والله طشرنا الوقت. تعاد ونية البدر خلصنا عاد، والله بروح نادي، قلت اطقطق شوي ضعفت وايد. الفيب الحين تشفين مرض جديد اسمه بوب كورن، انا قلت تجربتي، المهم في مرض اسمه بوب كورن لانكس، رئة الفشار، رئة النفيش، تصير التهابات على الأوعية الدموية وعلى الرئة من الداخل وما يعرفون يعالجون الالتهابات هذه. عموما انا تجربتي سوالي ارتجاع مريئي، كنت يا اخي كل ما بنام اكح اكح اكح، اذا اكل وجبه بعدها بساعه بنام اكح اكح بلا توقف، اقوم من النوم اكح دم، ما ادري ايش السالفه. ولان احب الفيب ما قاعد احاول اتهمه، خليته شهر شهرين ثلاث، ما قاعد اطيب يا ريال، اربع شهور خمس شهور خلاص تعبت. كابتن هل ما زلت تستقبل استشارات اللي عندهم مشاكل في الانجاب؟ موضوع مشاكل الانجاب فقط امسك الحالات اللي راح دكتور، راح دكتور، راح وراجع شهر شهرين ثلاث اربع سنه سنتين ما صار زين استقبل حاله، بس لا راح دكتور ولا شيء قاعد كذي فالقها لا ما يصير. لازم تحاول، انت تحاول 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 تفشل محاولاتك. منو الامل الاخير؟ رودريجو، رودريجو يعطي اياه كرفخال على الراس يدعسها دعس جوارديولا، انا رودريجو عرفت بس. فتروح الدكتور شوف فحصاتك، سوي دينيتك، يشخص حالتك، اذا طولت وحسيت قاعد يقلبونك يمين يسار تعال تجرب فيهم. يعني لا ما اجرب، عالجت حالات اكثر من عمرك، عمرك عمرك اكثر من عمرك انت، بس ما يصير انا قبل الطبيب. شلون يعني شلون انا قبل الطبيب؟ ما يصير. هذا واحد. اثنين، انا احب روح التحدي وايد، احب وايد، فيني اضراط طريقه مو طبيعيه الاضراط. شلون؟ راح الطبيب ما تعالج، لف الدير لف اطباء ما تعالج، يا حق العبد المسكين الفقير، اوب لا لا صار زين، اوب لا 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 اوك ولا يصير زين، اوه عرفت. فعشان كذي انا احب الكومبيتينج، احب الكومبيتينج، ما احب كذي يعني عرفت. بس يا اخوي قول لهم سالفة اني كسر صبع ريله، الله بس هاي قلناها في ستوري خلاص. قصص مشابهة ترى وايد نفس هذا، يعني وايد 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 وايد. ما عندنا الريال، لا طلع والله من نادي، راح نادي ثاني، راح نادي ثاني، هو مدرب اصلا، هو مدرب. لايف عن السباق، ماكو اللي جايين كلهم حديديين، كلهم حديديين اللي داشين. تبطل سجاير لما اموت ان شاء الله، لما اموت باكيت يحطون على قبري كل يمعه
باكيت مع ماي ورد، باكيت بوكس ابيض يبول لي ما ادري علاج الام العضلات بعد القطعه، بعد القطعه بس ما راح تروح بروحها. هذه اسمها دومز ديليد اونست مسل سورنس، جسمك راح يسوي ادابتيشن مع الوقت، اسبوع اسبوعين ثلاث اوبا ولا انت زين، ما تحتاج تسوي شيء يعني، اهم شيء تكون تغذيتك جيده عاليه بالبروتين وامورك حلاوه. سوالي في المكاين حلوه بعد حبيبي، انت الحلو انت الحلو. كابتن كيف اتواصل معاك اللي راح دكاتره ولا استفاد؟ شوف شوف هذاك يقول تجرب، شوف شوف رد عليه رد عليه رد عليه، اساس دكاتره ما قاعد يجربون، رد عليه. تو كلمني واحد صار له 7 سنوات ما يلا شيء، قلت له شنو اعطوك علاج تكفى؟ لا رايح الف دكتور، قال لي اعطوني كلوميد يوم ترك. لا الله العظيم الله من قال لي، قاعد اقول شلون طبيب؟ شلون شلون شلون؟ يعني ينادونا دكتور، يعني ينادوني حميد دشتي بس، حاف كذي حاف حاف. لا انا قاعد اقول ليش زحمه؟ في هني شاحنه، في هني شاحنه، الناس يبي يحسن خاتمته تبي تموت تدخني طبعا. لا تحاتي لا تحاتي ابدا، خاتمتي احسن منك بوايد كثير كثير كثير، ما اعرفك ولكن ادري وايد احسن، فلا تحاتي الموضوع. لا تشيل هم يا اخوي، لا تشيل هم، لا تشيل هم التدخين، مسوي التدخين حسستني سويته بخمر الله هداك، وايد كبرت الموضوع. وادي هل التمرين التقليدي صار افضل من؟ لا كلم زينين كلم زينين، تبي تلعب اللي جاء اللي شوف هذا الموضوع. انا اقول لك شغله، اقول لك شغله، الحين في مدربين اوريدي وايد اقوياء، اوريدي عندهم انجازات، قاعد يفوزون، قاعد يأدون، يلخ 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 يلخ، صح؟ انزين تي انت بتدش عالم تدريب متاخر، ياي متاخر حيل متاخر، كل مدرب شايل له 100 لاعب كاتب اسمه على الصخر، لازم تجيب شيء معك جديد، لازم لازم، ما تقدر تجي كذي وتدش، ما راح تدش، ما راح تقدر، لازم تطرح اشياء جديده، اي شيء اي شيء جديد، وتكبر الشيء الجديد هذا وايد. يعني موضوع بوش بول ليك هذا الله يحسسك انه اختراع خطير. شنو من ايام الفراعنه يلعبون بوش بول ليك، يعني شنو الخطوره بالموضوع؟ اتمرن اللي تبيه يا اخوي، اللي تحبه ويناسبك وما تقطع وما تزهق ما تنقف بالتمرين، امورك طيبه، كيفك يا اخوي كيفك، اللي عجبك كل واحد. اديناك بس توني ضايفك، فريت لايفاتك كلها بس بعرف شنو ادخل مع راد والجي دي. شوف انت ذيل النوعين والله اصعب نوعين، هذين النوعين لهم بروتوكول حقير جدا، حقير والله وايد حقير، وصعب اقول لك يا ليش؟ لان لازم اشوف فحصك، لازم وخلال انك تاخذهم لازم اشوف الفحص، ولكن بعطيك ستاندرد دولي. يعني شنو؟ يعني بعطيك دلاغ العائله، عاد دلاغ العائله يضبط عليك طويل شويه قصير شويه ما ادري، حلو؟ لان الموضوع مفروض يكون كاستم، لازم كاستم، بس لان انت ماخذها بلايف كذي راح اعطيك شنو؟ الفري سايز. الفري سايز، الفري سايز يقول لما تاخذ راد وال جي دي لازم تاخذ معاهم نولفيدكس، واحد نولفيدكس اخذ 20 ملي جرام يوميا، 2 اكتب 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 نولفيدكس، نولفيدكس صيدلية 20 ملي جرام يوميا باي توقيت، حلو الكلام. 2 تحتاج محفز تستاسترون محترم، مثل منو؟ مثلا اللي يحبونه الشباب، عكازة علي، طبعا راح تطلبها من اي هيرب، لان اذا انت بتفر عليه الكويت ما راح تلقاه، تطلبها من اي هيرب، تاخذ لك جرعة من 800 الى 1000 ملي جرام، انت ملك.
نولفيدكس عكازة علي، تاخذ لك يا محفوظ السلامة اتش سي جي اللي ينادونه برجنيل، اتش سي جي تاخذ 1500 يونت بالاسبوع. طبعا انت تروح صيدلية تقول له ب 1500 يونت صح؟ صح، راح يقولك ما في. هتقول في واحد طلع باللايف يقول، راح يقولك عندنا 5000، اخذ ال 5000 اخلط الماي مع البودر، حلو الكلام، اسحب لي رقم 30 بالانسولين، هذه 1500 وكان الله غفورا رحيما. زين، جنتابلكس ممتاز جدا واحبه واستخدمه بالبوست سايكل ثيرابي، مو جميعهم على مزاجي على حسب القراءات اللي عندنا. داغ العائله طلع علي كبير وسبب التهاب بالقلب من الراد والجدي. لا يا اخوي، مو من الراد والجدي، التهاب القلب غالبا الحالات الموجودة الحين واكثرها صغار بالسن من الفاكسينيشن. واحد، اذا مو فاكسينيشن، انا اعرف وايد حالات صار عندهم مشاكل بالقلب ما كان عندهم اي مشكلة قبل الفاكسين. اوكي، رقم اثنين، اذا مو الفاكسينيشن ماخذ شركة مو زينة، ماخذ شركة مو زينة، شاري شركة داخل تشيس ما أدري. أنا شخصيا عبد الحميد عبد المجيد عطيت عندي تقريبا ما يعني مو أقل من 200 لاعب خذوا تحت إشرافي سارم، ما حد عنده مشكلة. خل اللاعبين ربعي، ما حد عنده مشكلة، خل ربعي شخصيا خذيت رادو الجي دي 3 شهور كاني ما عندي ولا التهاب ولا اي التهاب. حلو الكلام. يلا سؤال ثاني عشان شنو نخلص قهوتنا وننزل الجيم. انا اخذ جي اتش لحالة، ايش اخذ معاه؟ جي اتش لا يؤثر على المسار الجنسي، فتستطيع ان تأخذه بدون اي شيء، يعني تاخذه بروحه وعيش حياتك وانجوي. كابتن، حتى اذا شخص له سنين طويلة حاول ينجب ممكن تقدر تساعده؟ اذا انت تتابع ستورياتي قبل يمكن العام، الحمد لله واحد كان صاير له 6 سنين، واحد كان صاير له 10 سنين. خل الحالات الثانية، هذين الحالتين كانوا وايد حلوين. ليش؟ لان عالجوا وايد عند دكاترة وما قدروا، الحمد لله. عندي واحد من لاعبيني ما زال يلعب معاي سنتين فر الدكاترة والحمد لله. عنده بنت، صار البنت عمرها الحين 2 أو 3 سنوات، الله يحفظها إن شاء الله، وكل عيد يدز لي صغرتها وحركات عرفت شلون أخوي، يعني في الأمور طيبة إن شاء الله. إننثيت والسيبونيت، الإننثيت والسيبونيت عيال عم خليصين، الفرق بينهم ذرة كربون واحدة. طبعا كل ما كان عدد ذرات الكربون أكثر يصير الذوبان بالماء أقل، ولأنه فقط ذرة كربون واحدة فما راح يفرق شيء كبير بالذوبان. لذلك تبي تاخذ إننثيت أو سيبونيت، سيم أخوي. إذا في ناس ترجع تنجب بعد سنوات من الاستخدام، هل كذي يعني ما نحتاج بي سي تي؟ سؤالك مو مرتب، ما فهمته مع الأسف، إذا تعيده تصيغه بطريقة أفضل. ما أدري متى بتسافر مع لاعبينك؟ مفروض جولاي. عندي لاعب اليوم لعب بالبرتغال، يا ذهبية فضية ومركز رابع، هو أول مشاركة يطلع منه. طريقة التواصل على حسب، دزلي دي ام مسج، دزلي دايركت مسج. اذا تبي تتدرب اختصر الكلام، اكتب لي بين قوسين تدريب اونلاين وادزلك تفاصيل التدريب اونلاين. من افضل سارم ولا استيرويد بالبناء العضلي؟ الاستيرويد يسبق السارم 44 سنة ضوئية، 44 سنة ضوئية، 44 سنة ضوئية.
ممكن ديش كورس من غير حدوث احتبال سوائل، لا راح يصير احتبال سوائل، ولكن نحاول نسيطر عليه. وطبعا طبيعة جسمك تحدد هالشيء، ان في ناس يصير عندهم احتباس اكثر من ناس ثانيين. اوكي نزول مستوى السكس هرمون بايندينج جلوبولين يدل على ايش؟ يدل ان انت بسايكل يدل ان انت بسايكل اعتبرهم مثل العلاقة العكسية بين فري تستوستيرون وسكس هرمون بايندينج جلوبولين. مجرد ما تاخذ كورس راح يزيد فري تستوستيرون، راح يقل سكس هرمون بايندينج جلوبولين. هل هناك تأثير سلبي؟ لا. شنو وظيفة سكس هرمون بايندينج جلوبولين؟ ناقل يرتبط بالتستوستيرون وينقله ما بين الأعضاء والخلايا. ولكن إذا كان التستوستيرون مرتبط مع سكس هرمون بايندينج جلوبولين لا يكون له تأثير على الخلايا، لذلك لازم يكون حر عشان يكون مؤثر. يعني في ناس استخدمت منشطات سنوات بدون بي سي تي حلو وقالوا لهم ما تقدر تنجب بس رجعوا معاك، هل يعني بي سي تي ما له داعي نطبقه؟ بعيد سؤال. يعني في ناس استخدمت منشطات سنوات بدون بي سي تي حلو قالوا لهم ما تقدر تنجب بس رجعوا معاك، هل هذا يعني ان بي سي تي؟ بلى. زين هو شلون انجب؟ مو سوينا بي سي تي؟ بي سي تي هو علاج. البي سي تي خلي المسمى، هذا مسمى بي سي تي، هذا مسمى شوارعي، مسمى بادي بيلدينج، مو مسمى علمي. هو علاج. العلاج نقوم بارجاع افراز هرمونات البيتيويتري جلاند والتستيكلز، هذا اللي قاعد نسويه بالبي سي تي. هل بروفيرون يقمن الانتاج الطبيعي للتست؟ طبعا اذا انت قاعد تاخذ تستوستيرون طبيعي، اذا قاعد تقز تستوستيرون وتاخذ بروفيرون اوريدي انك قاعد تاخذ تستوستيرون، راح يصير قمع حق التستوستيرون لان قاعد تاخذ تستوستيرون. بس انت تبي تاخذ بروفيرون بروحه على حسب الجرعه. اذا وصلت ال 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 العتبه، اذا وصلت العتبه نعم ممكن يقمع. يعني اتوقع على، طبعا راح تختلف من شخص الى اخر طبعا، يعني جرعه 75 الى 100 ملي جرام يوميا نعم ممكن راح تسوي لك نيجاتيف فيدباك. بس 25 50 صعب الا اذا جسمك خايس جينات بكلب، يعني ما تصير وايد. كيف نحل موضوع الكروميوم 5000 كمية كبيرة؟ كيف نخفف الدوز؟ لا تخفف الدوز، اسحب من اللي تبيه. انت عندك 5000، ما تبي 5000، اسحب كم تبي؟ 1500، اسحب لي رقم 30 خلاص، ورجع الباجي الثلاجة. ايش حقه تبي تخفف؟ ليش بار التندر ايش حقه؟ اسحب الكمية اللي تبيها ورجع الثلاجة. Can I use GHF total bilirubin؟ اي عادي عادي عادي. والله وايد جينات ام كلب. المهم وش لون الحين ندخل البروفايرون مع التست ولا دخله؟ من قالك لا تدخل؟ دخل البروفايرون مع التستوستيرون، ما عندك مشكله، وايد زين اصلا. شلون اعرف جينات سيئه؟ هذا ما راح تعرفه، راح تتمرن وتشوف تطورك. اذا تطورك ابو كلب جينات ابو كلب، اذا تطورك لا 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 امورك طيبه. يلا شباب يلا كم سؤال عشان شنو؟ خلصنا القهوة، سار شرحناه وايد يا أخوي، وايد خذ أكبر من حجمه، خذ أكبر من حجمه. هل أدوية تثبيط المناعة تتعارض مع هرمون النمو؟ لا لا لا. عندي شخص ياخذ لان عنده، شنو كان المرض اللي عنده؟ والله ناسي، كل متلازمة كرونز، ناسي. بس عندي احد اشخاص ياخذ مثبطات للمناعة بس ناسي شنو كانت حالته. ما تدرب لايف ستايل؟ ادرب لايف ستايل، ادرب امتان، ادرب فيل، ادرب دب،
أدرب بطة، كل شيء أدرب، بس بنات ما أدرب، أي شيء ثاني أدرب، طبيعي ما أدرب، طبيعي وبنات، يعني تشوف أنا حاط الطبيعي والبنات مع بعض. الباجي كله أدربه. عرفت؟ عندي أدرب لاعبين، أدرب رياضيين يلعبون موتور بايك. موتور بايك، عرفت الموتور بايك هذا اللي ينط، ينط بالصحراء، أدرب هذيل حتى. قاري، ترايثلون، جوجيتسو، جودو، كاراتيه عندي، شنو بعد؟ جينو كومبو ما أدري اسمها، سباحة لا، كرة قدم كان عندي ما عندي الحين، جلة عندي، ألعاب قوة عندي، باور ليفترز عندي، بودي بولدينج، كروس فيترز عندي، بتاع كله، بتاع كله نفس المصريين، عرفت؟ كل شيء يسوي، يضبط لك الساتلايت، يعدل يعدل الصحي، يدرس اليهال عربي، جغرافيا فيه كذلك، رياضيات معلش نضبطها لك، بتاع كله يعني، بتاع كله. عرفت؟ لا لأن شوف أنت لما تدرس تغذية رياضية، تغذية رياضية، لما ندرس إحنا هذا المجال يعلمونا جميع الحالات، الرياضات الجماعية والرياضات الفردية، يورونا دراسات على الرياضات حتى الرقبي. تصدق كم نروح بالمحاضرات طبعا أونلاين كانت عن الرياضيين الرقبي، تخيل أنت؟ فأكيد أنت تدرس تغذية رياضية راح تدرب جميع الرياضيين، عرفت؟ هناك ناس درسوا تغذية كلية مثل الأستاذ جاسم القلاف حتى يستطيع يمسك حالات مرضى، كل شيء تغذية كلية، كل شيء حتى اللي عندهم مشاكل أمراض الأخ 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 الأخ. كم جاي جي اتش ار بي 2 اليومية؟ تقدر تاخذ اب تو 400 مايكرو جرام يوميا، ما عندك مشكلة، بس ترى جي اتش ار بي 2 لازم تاخذه اون امتي ستومك ولا ما راح يشتغل، لازم امتي ستومك. اوكي، مو ادري في ريشو بين ال اتش اف اس اتش؟ لا لا يوجد ريشو ابدا، ودائما حط ببالك اف اس اتش يلحق ال اتش، يعني انت الحين دشيت كورس صاروا اثنيناتهم صفر، دشيت بوست سايكل ثيرابي، وايد حالات تجيني ال اتش يرجع طبيعي 100%، اف اس اتش لاحقه للحين، للحين لاحقه، الفحص الثاني نسويه اوبا لا لا تعادل، حلو حشيش دخلك السجن يا اخوي، باللايف عادي في مباحث يطيشرونك، تدري شنو طراقهم؟ وقسم بلاي راح يكسر هذا فكك، هذا شفته هني راح يهني، فا اي انا ما عندي سؤال، ما اعرف حشيش مال شو اسمه زرع، انا ريال امشي من الطوفه، ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي، اربط حزام الامان، اسمع كلام الدوله، سمعك اي شيء يقولون الدولة اعطي تحية، حظ سيدي مواطن صالح، انت تدخن حشيش، انت لازم اشيلك باللايف، دخن حشيش بروحك يا الريال، يا الريال شيله 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 يا القوي يا البايعها، والله انت بايعها، شنو انجاز عظيم، انجازك عظيم. جاوبني عاد بلا ملاقب، بلوك بلوك، اوكي اوكي لحظة بلوك، يلا بلا ملاقب شلتك عطول عطول شوف. يلا شباب، يلا شباب، لا والله تعبان، والله تعبان، يلا شباب سي يو سون، واسفين على اللي ما شفت اسئلتهم لان الاسئله وايد ما شاء الله، اللايف 380، لاف يو لاف يو اول. عقيل راح نضبط لنا طلعه حلوه قزوزيه اخليك تشوف اشياء لم تراها من قبل، لم تراها من قبل. السلام عليكم.